السلام عليكم، اهلا بيكم مشاهدي قناه ملح وسكر. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه. النهارده هقدم لكم طريقه عمل مكرونه بالبشاميل. يلا بينا نشوف مقادير وصفتنا. هنحتاج نص كيلو مكرونه فرن، نص كيلو لحم مفروم، 1 لتر حليب، نص لتر شوربة، فلفل ألوان، زيتون، كوب من كريمة الطهي، جبن مشكل، نص كوب من عصير الطماطم الفريش، 2 معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، دقيق، زيت وزبدة، بصلة متوسطة الحجم متقطعة صغير، 3 فصوص ثوم مفرومين، وملح وفلفل. أول حاجة هنعمل العصاج. في طاسة سخنة على النار هضيف 3 مكعبات من الزبدة الفلاحي، وأول ما يسخنوا هضيف ليهم 1/2 كيلو من اللحم المفروم. هيتشوحوا كويس على النار، وأول لما لونهم يتغير بالشكل ده هضيف ليهم البصلة المتقطعة صغير ومعاها 3 فصوص من الثوم المفروم. وبعد كده هضيف ليهم 0.5 معلقة صغيرة من الملح و0.5 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وبعد كده هضيف 2 كبار من معجون صلصة الطماطم، وهضيف كمان عليه 0.5 كوب من عصير الطماطم. هنقلب المكونات كويس مع بعض. بعد كده هغطي عليها وهسيبها تتشرب بالمكونات بتاعتها، ويدوب 5 دقايق وهلاقيها استوت. ويلا بينا نشوف الخطوة اللي بعد كده. وفي حلة سخنة على النار هضيف الماء المغلي وهضيف له الملح فقط، مش هضيف زيت. وبعد كده هضيف المكرونة وهسلقها بس لمدة 8 دقايق مش أكتر من كده. وزي ما انتوا شايفين المكرونة استوت معانا 3/4 سوا. هشيلها من على النار وهصفيها. وبعد كده هنحضر البشاميل. في كسرولة سخنة على النار هضيف 3 معالق من الزيت ومعاهم 3 مكعبات من الزبدة الفلاحي، وأول ما يسخنوا هضيف لهم 4 معالق كبار من الدقيق، وهقلب بالمضرب اليدوي لحد ما الدقيق عندنا يستوي وريحته تبدأ تختفي. وزي ما انتوا شايفين القوام مظبوط، وكمان الدقيق مش مكلكع. وبعد كده هضيف 1 لتر الحليب البارد، وهضيف كمان 0.5 لتر من الشوربة. لو مش متوفر عندنا شوربة ممكن نستخدم الكمية كلها حليب. وبعد كده هضيف كريمة الطهي، ولو مش متوفرة عندنا ممكن نستغنى عنها، وممكن نحط بدلها أي نوع مثلا من الجبن الكريمي أو جبن مثلثات. وهضيف 0.25 معلقة صغيرة من الملح ورشة بسيطة من الفلفل الأسود، ومش هضيف أي توابل تاني لأن الشوربة اللي استخدمتها بالفعل فيها توابل. وبعد كده هقلب المكونات كويس لحد ما قوام البشاميل يبدأ يتقل عندنا. تمام كده، البشاميل كده بقى عندنا جاهز والقوام بتاعه مظبوط، ولا تقيل ولا خفيف. وبعد كده هاخد تقريبا 0.5 كمية البشاميل وهضيفها للمكرونة المسلوقة وهقلبها كويس.
والخطوة دي بتساعد إن المكرونة تكون طرية أكتر. وبعد كده هجهز البايركس أو الصينية اللي هتدخل الفرن، وهوزع جزء من البشاميل في القاعدة، وبعد كده هضيف أول طبقة من المكرونة وهوزعها كويس بحيث إن هي تكون متساوية. وبعد كده هضيف طبقة من اللحم المفروم وهوزعه كويس فوق المكرونة. وفوق اللحم المفروم هضيف الفلفل الألوان المتقطع، وهضيف عليه كمان الزيتون. طبعا الخطوة دي ممكن نستغنى عنها لو مش متوفرة عندنا. وهضيف كمان جزء من الجبن المشكل، انا هنا استخدمت جبنة تشيدر وموتزاريلا. وبعد كده هضيف باقي الكمية من المكرونة، وبعد كده هضيف باقي كمية البشاميل. واهم حاجة ان احنا نتأكد اننا وزعنا البشاميل كويس. وفي الاخر هنضيف باقي كمية الجبنة على الوش، وهنوزع الجبنة على وش المكرونة بالتساوي. طبعا الجبنة بتدي طعم جميل جدا للمكرونة بشاميل، وكمان بتخليها تاخد وش رائع. ولو مش متوفر عندنا جبنة، ممكن ناخد باقي كمية البشاميل ونخفقها مع بيضة ونضيف ليها الملح والفلفل الأسود ونضيفها على وش الصينية. وبعد كده هندخل المكرونة بالبشاميل فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 ولمدة 10 دقايق فقط، لأن طبعا المكونات عندنا مستوية ولكن احنا عاوزين ان المكونات تتماسك مع بعض. وبعد كده هنفتح الشواية على المكرونة يدوب تاخد اللون المفضل عندنا، وهنطفي بعد كده. وطبعا واحنا مشغلين الشواية ممكن نحتاج ان احنا نلف الصينية بحيث ان هي تاخد لون بنفس الدرجة. وده كده شكل المكرونة بالبشاميل بعد ما طلعت من الفرن. هسيبها تبرد شوية قبل ما اقطعها. وبكده تكون خلصت وصفتنا للنهاردة. اتمنى ان المكرونة بالبشاميل تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وهستناكم تكتبوا لي رأيكم في التعليقات. وما تنسوش لايك للفيديو، ولو انتم بتشوفوا قناة ملح وسكر لأول مرة، من فضلكم اضغطوا على زر اشتراك سبسكرايب، وكمان فعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. واستنوني في وصفة جديدة من ملح وسكر. دمتم في حفظ الله.